السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية. أنا الطالبة آلاء ملكة من الكلية الجامعية. اليوم رح أحكي لكم عن برنامج اسمه كانفا. برنامج كانفا هذا برنامج يعتبر برنامج بديل عن الفوتوشوب، طبعا للمبتدئين اللي حابين يصمموا إشي بسيط ولكن جميل ومميز بأدوات بسيطة. هاي الصفحة الرئيسية لبرنامج كانفا، طبعا هنا رح يكون التصاميم الجاهزة اللي احنا بنصممها، وهذا البرنامج بيقوم بتخزينها مباشر بدون الحفظ، والقائمة للإعدادات بتقدر تعمل صفحة شخصية في هذا البرنامج. هذا البرنامج يحتوي على قوالب جاهزة، الإشعارات، القصص، المنشورات، حسب ما انت بدك. اذا بدك تعمل منشور او ملصق او شعار او حتى مستند اللي هو رح يكون نشرة إعلامية برضو او دعوة، بطاقة عمل، عطيك او حتى عروض تقديمية، عطيك خيارات كتير او بروشورات. انا اليوم حبيت اعمل الانفوغرافيك او عرض انفوغرافيك او صورة انفوغرافيك على هذا البرنامج. رح نحط على مستند A4، طبعا مجرد ما تحط على ورقة A4 رح يجيك القوالب الجاهزة من هاي الصفحة. رح نحط على المستند الفارغ. انا قررت اعمل احصائية ما بين المرأة والرجل في استخدام السوشيال ميديا، عشان هيك اول حاجة رح نعمله رح نعمل هذا الزر الاضافة الزائد، بضيف لك قوالب جاهزة، تحميلات، تحمل فيديو او صور من الجهاز الخاص فيك، او ممكن الصور برضو الخاصة فيك، عناصر رح نحط على عناصر، رح نحط في السيرش انفوغرافيك. الانفوغرافيك رح يجيب لي كتير اشكال خاصة بالانفوغرافيك، وبما انه انا بدي اعمل احصائية بحث عن الرجل والمرأة فانا رح اختار ملصق رجل وملصق امرأة. خلينا نشوف، هاي ملصق رجل نحطه هان، طريقة نعمل اضافة على العناصر، رح نلاقي عناصر الانفوغرافيك. طبعا هي ما إلها حدود كتير كتير كبيرة، رح نحط على الامرأة، رح نوزيهم قبل بعض ويكونوا حجم بعض هيك تقريبا. تمام، رح نحط على عناصر كمان مرة في السيرش انفوغرافيك، رح نحاول نبحث عن ملصق يميزه، طبعا كل مصمم ونظرته في التصميم. رح نجيب شكل يكون يعني له علاقة في الموضوع، طبعا العناصر ما فيش اكتر منها عشان الوقت. خلينا ناخد هذا العنصر نحطه في زاوية صغيرة هنا فوق، نحط على اضافة، خلينا نحط على الملصقات، نبحث عن نص، خلينا ناخد هذه الصورة، هو بياخد وقت عشان يحمل. قبل ما يحمل رح نحط على عناصر ونحط في السيرش نص. بعد ما حطينا على العناصر بنحط على النص، خلينا نختار عنوان او ايقونة للعنوان، لتنفذ كل جميع القضايا التي تعرض عليه.
أيقونة حلوة وعاملة زي البحث. خلينا ننقلها لفوق. هنا الأيقونة حملت. نصغر هذا كتير. نحاول ننزل العنوان. نكب شوية. خلينا نكتب فيها سوشيال ميديا. عشان نكتب سوشيال ميديا هنحط على النص. خلينا نحط إضافة عنوان. هنضغط هنا سوشيال. ميديا. طبعا بدنا نغير اللون او خلينا نغير شكل الخط. هنا بيجي كتير خطوط ما لا نهاية. خلينا نختار هذا الخط او هذا. ومن هنا راح نختار اللون. تمام. خلينا نعمل خلفية من الإضافة. برضو هنا بيكون خلفية. هنا طبعا خلفيات جاهزة. أنا حابة أختار هاي الخلفية. خلينا نغير لون العنوان. تقريبا ما فيش أنسب من الأسود. خلص خليه هيك أسود. ضايل نحط النسب. رح نحط على عناصر. نحط في الملصقات. نبحث عن انفوجرافيك. ممكن ناخذ هاي كأيقونة صغيرة تكون فوق. هنحط على عناصر. ناخذ هذا الشكل كتجميلي مثلا. نتحكم فيه. ايوه هيك. تمام. هنحط اخر اشي اللي هو النسب. هنحط على الانفوجرافيك. هناخد شكل. هذا الشكل طبعا حلو كتير. ممكن نستبدله بهذا. طبعا لما بدنا نحذف اشي بنحط هنا ايقونة حذف. بنحذف. هناخد الشكل هنا نحطه. نصغره كتير. هيك في تناسب. حاسه انه هذا الشكل ملوش لزوم. حنشيله. حنحط النسبة تاني او اخر خطوة. هنا الايقونات حكينا كتيرة عشان هيك بتاخد وقت.
خلينا ناخد هاي مثلا نصغرها، حناخد كمان واحدة ممكن احنا نعمل تشكيلة، نكتب هنا هيك نص، وممكن انفوجرافيك خلينا نبحث عن نص أسهل، جيب لنا إشارات، أيوة هاي هيك، نعمل تدوير، نصغر، ونجيب كمان واحدة. ونضيف نص، بس مش رح نكتب عنوان، رح نكتب إضافة نص تكميلي عشان يعني براحتنا إنه إحنا نستخدمه. تمام، خلينا هنا نكتب women، امرأة، حنتحكم هيك نكبرها شوية، وهنا man. بعد ما نكتب النص man هيك تمام،